عرض اليوم، أهلا بكم وأبرز عناوينها. شارة الحداد السوداء تخيم على مواقع التواصل حدادا على شهداء الحسكة، وعباس النوري يثير جدل بين أوساط السوريين بعد انتقاد حزب البعث الحاكم، وأيضا الرضيعة سهام شاهين تتصدر الترين في لبنان بعد وفاتها بسبب 400 دولار. من يفتح مواقع التواصل الاجتماعي في شمال وشرق سوريا وفي إقليم كردستان وأمريكا وبعض الدول الأوروبية أيضا، فحتما سوف يجد أن هذه الصورة التي تحمل شارة الحداد السوداء هي الأكثر تداولا. طبعا تم تداول هذه الصورة من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أعلنت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية خلال مؤتمر صحفي حصيلة حملة مطرقة الشعوب في الحسكة. كما واضح في هذه الصورة، فالحصيلة هي 121 شهيدا، 40 منهم مقاتل في قسد، و77 حارسا وموظفا في سجن الصناعة، إضافة لأربعة مدنيين. طبعا معظمهم من أبناء مناطق شمال وشرق سوريا، كردا وعربا، فقدوا حياتهم وحاربوا نيابة عن العالم ضد أكبر وأخطر هجوم شنه تنظيم داعش الإرهابي على سجن الصناعة بحي غويران في الحسكة. فما أن تم الإعلان عن الحصيلة النهائية لعدد الشهداء، حتى خيم الحزن على معظم صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، واتشحت بشارة الحداد السوداء وهي الشارة المعروفة عالميا والتي تدل على الحزن. طبعا الحزن لم يخيم فقط على مواقع التواصل الاجتماعي، بل أيضا على قلوب السكان في مناطق شمال وشرق سوريا الذين خرجوا يشيعون جثامين أبنائهم. هذه المشاهد لا نستطيع سوى القول أن الدماء العربية اختلطت بالكردية منها في مدينة الحسكة، هذه المدينة التي تشكل بالأساس فسيفساء منوعة من المكونات في المنطقة. طبعا طالب رواد مواقع تواصل الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا بجعل 20 يناير من كل عام يوم الحداد الوطني تخليدا لذكرى ضحايا الهجوم، والذي وهو اليوم طبعا الذي شن فيه تنظيم داعش الإرهابي هجومه على سجن الصناعة. أما الآن فإلى ردود الأفعال. القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي يكتب على تويتر ويقول: الحزن والألم يعتصران قلوبنا، ونحن نراقب بفخر قوافل 121 شهيدا من أبنائنا تتجه لمعظم مدن وبلدات شمال وشرق سوريا. الحقيقة الراسخة هي أنهم أبطالنا، عشاق الحرية، آباء وأبناء، كردا وعربا، فخرنا وفخر للعالم الحر، ليتقدس اسمهم ولنخلد معا ذكرى شهداء مقاومة الحسكة. أما مستشار الأمن القومي جيك سوليفان فعلق: إفشال جهود داعش في اختراق السجن جاءت بعزم قوات قسد، وذلك بفضل التضحيات التي قدموها، ولا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع شركائها في العراق وشمال شرق سوريا، وكذلك التحالف ضد داعش من أجل مواجهة تهديد داعش لأوطانهم.
أما الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل سهام داوود فتكتب على صفحتها الشخصية بموقع فيسبوك وتقول: من كل مدينة شهيد، وكل شهيد أسطورة، كل شهيد حكاية وطن، السلام لأرواحكم شهداء الحرية في الحسكة. أما حركة رجال الكرامة في مدينة السويداء السورية فنشرت بيانا جاء فيه: نعلن نحن أهالي السويداء تضامننا مع أهلنا في الحسكة الذين طالهم إجرام وغدر تنظيم داعش الإرهابي الذي سبق وطال غدره محافظة السويداء من قبل. نترحم على الشهداء ونقف إلى جانب إخوتنا وأبناء وطننا الذين نزحوا عن ديارهم أثناء العدوان الداعشي. تصدر اسم الفنان السوري عباس النوري قائمة المواضيع الأكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وذلك بعد تداول مقطع فيديو له وهو يتهم فيه الحكومة السورية وحزب البعث الحاكم بأنهما السبب وراء تأخر الحريات في البلاد، معتبرا أن الديمقراطية أجهضت لحظة استلام العسكر الحكم في سوريا. احنا معنا سوق، سوق يتطلب حريات، حريات على مستوى القانون الاقتصادي اللي بينشأه، تعطيهم مساحات ليحكوا العالم. ما بيصير يعني انا افرح اني طالب بس الحريات في العالم العربي تقريبا عم تتراوح بنفس الاماكن، يعني ما فيها الفروقات الشاسعه. رغم ذلك لا، بيننا وبين البقيه في فروقات شاسعه. نحن كسوريا، نحن بيننا وبين الدول العربيه فروقات شاسعه شاسعة. اعترفت مع شاعر كان عم يسب الدولة بلحظة من اللحظات، بتجي هاي الدولة بتشيل هذا الشاعر من وجود. طيب بعدين انت عم تحكي على بلد عم تنكر تاريخها. هاي كانت بلد الديمقراطيات، سوريا بلد الديمقراطيات. بلد الديمقراطيات حقيقة، يعني بانتخاباتها بأحزابها بي 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 الى اخره، كانت معلم ديمقراطي اساسي في الكرة الارضية. أي فترة، أي فترة زمنية عم تحكي؟ عن الخمسينيات والأربعينيات؟ خمسينات خمسينات. وكمان وكمان في آراء كانت كلها انقلابات عسكرية وكلها مشاكل. بعدها من وقت ما اجوا العسكر أطاحوا بالدستور، أطاحوا بالديمقراطيات، أطاحوا بكل الثقافة. طبعا هذه التصريحات لعباس النوري جاءت عبر برنامج المختار الذي يبث على أثير إذاعة المدينة FM، وهي إذاعة محلية موالية للحكومة السورية. ولم يكتفي النوري عند هذا الحد، بل أشار أيضا خلال المقابلة إلى أن دخل المواطن في مناطق سيطرة السلطة الفلسطينية هي أكثر من 10 أضعاف دخل المواطن في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية. انا ما فيني اقول لك المواطن مسؤول، انا شو مواطن مسؤول؟ مواطن صار من 63 لهلا عم بيسمع سمع بس، عن شو مسؤول؟ هلا السوري بده يحرر فلسطين ويفوت على القدس يصلي، وبده يظبط ربطه خبز تناسب دخله ولا يامن. بس ما بيكون في هيك كمان نوع من شوف الدخل الوطني، الدخل هلا بسوريا قديش، والدخل بفلسطين هلا قديش، فلسطين المحتله، ما عم بقصد اسرائيل، الاراضي الفلسطينيه هاي الخاضعه على السلطه، الفلسطينيه. هاي السلطه الفلسطينيه قديش الدخل عندهم؟ 10 أضعاف او اكثر دخل المواطن السوري. طبعا اثارت هذه التصريحات جدلا واسعا على منصات التواصل، فكانت هناك فئه من مستخدمي مواقع التواصل طالبت بمحاسبه النوري على تصريحاته وملاحقته قضائيا، فيما تضامنت معه فئة أخرى من المتابعين والممثلين السوريين والإعلاميين مطلقين هاشتاغ متضامن مع عباس النوري. على العموم بعد هذا الجدل الكبير قامت إذاعة المدينة FM بحذف المقابلة من جميع منصاتها على مواقع التواصل دون أن تعلق على الأمر، ثم أجرت مقابلة جديدة مع عباس النوري الذي اعتذر فيها لكل من أساء فهم كلامه. كان هذا الكلام أثار غضب بعض العسكريين لأنه فهموا غلط عن طريق السوشيال ميديا، فأنا برفع لهم القبعة حيا وبنحني قدامهم ولا أخجل، لأن دم الشهداء أكبر بكثير من خجلي، أكبر بكثير من خجل أي سوري. أنا لم أخطئ، لكن إذا وصلكم خطأي عن طريق المونتاجات وعن طريق هذا الاجتزاء اللي حصل،
فلا انا يعني حد ادنى اقدم اعتذاري ببساطه شديده. هذا لا يعني والله حالي من التراجع. انا كثير المني اني والله صار في استفافات والناس عم يعملوا هاشتاجات والناس عم يعملوا ما بعرف ايش. طبعا لم يستغرب رواد مواقع التواصل من اعتذار عباس النوري لانهم كانوا يتوقعون بانه سيعتذر كون الملاحقه الامنيه ستجبره على ذلك. اما الان فالى ردود الافعال. الفنان السوري أيمن زيدان يكتب على فيسبوك ويقول: له الحق في التحدث عن قراءته السياسية لتاريخ وطنه، ولنا كل الحق في أن نتفق أو نختلف معه، لكن لا يحق لأحد برأيي أن يشكك بوطنيته، وسياسة التخوين والإقصاء وتكميم الأفواه لم تعد مجدية لأنها لا تعبر عن منطق الحياة التي ننشدها. أما حيدر سليمان وهو أحد أعضاء حزب البعث فكتب على فيسبوك قائلا: بصفتي عضوا عاملا في حزب البعث فسأتقدم بشكوى ضد المدعو عباس النوري بتهمة الإساءة لكل أعضاء الحزب وتحقيرهم والسب والشتم والرجاء من الرفاق في الحزب الذين يودون ضم أسماءهم في الدعوة التواصل معي لإضافتهم لباقي المدعين. أما الكاتبة عنود خالد وهي زوجة الفنان عباس النوري فكتبت: أصدق ما قيل عن النباحين أن القافلة تسير والكلاب تنبح، فما بالكم بقافلة شريفة صادقة تحمل الخير ما أكثر الكلاب خلفها. والفنان السوري فراس إبراهيم أيضا علق على صفحته الشخصية في موقع فيسبوك قائلا: عندما يعبر عباس النوري أو أي فنان آخر عن وجهات نظرهم في قضايا مجتمعية وإنسانية وأخلاقية أو حتى سياسية، هذا لا يعني أن هؤلاء يتدخلون فيما لا يعنيهم، فهم مواطنون قبل أن يكونوا فنانين، ولا أعتقد أن أحدا منهم يرغب بالتورط في العمل بالسياسة، لأن السياسة لها رجالاتها ولا يحتمل الأمر أساسا أي زيادة في عددهم، ولا يحق لأحد أن ينصب له حبل المشنقة لمجرد اختلافه معه في الرأي. أما التهديد بالمحاكمة والسجن والإقصاء لمجرد الاختلاف بالرأي ووجهات النظر فهذا أمر عفى عليه الزمن ولم يعد يرهب أحدا. مسرح الرشيد هو من أهم المسارح العراقية. هذا المسرح غادرته الحياة منذ عام 2003 وتعرض للحرق والتدمير خلال فترة الاحتلال الأمريكي للبلاد، لكن بعد 18 عاما من إغلاقه تم افتتاحه من قبل جهود ذاتية في 22 نوفمبر من العام الفائت، أي قبل شهرين من الآن. لكن يا فرحة ما تمت، حيث أصدرت وزارة الإعمار والإسكان العراقية مؤخرا قرارا بإزالته بدعم ملكيتها للأرض المقام عليها المسرح. فضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بهذه الوثيقة التي تنص على أن الأرض المقام عليها المسرح أي مسرح الرشيد تعود إلى وزارة الإعمار والإسكان العراقية، وأن دائرة السينما والمسرح التابعة لوزارة الثقافة شيدت المسرح دون استحصال الموافقات الأصولية. لذلك تسعى وزارة الإعمار والإسكان لإزالته خلال مدة أقصاها 14 يوما. طبعا تم تداول هذه الوثيقة بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي وسط غضب ورفض كبيرين من قبل النشطاء والفنانين الذين طالبوا الوزارة بالعدول عن القرار، كما خرجوا في وقفة احتجاجية مؤكدين أنهم مستعدون للوقوف كدروع بشرية لمنع تنفيذ هذا القرار. لا نقبل بأي خطوة تمس الثقافة العراقية. أنا لا أتحدث وحدي، لا أتحدث وحدي، وإنما هؤلاء العظماء في الثقافة العراقية، هؤلاء الكبار الذين يقودون الثقافة العراقية ربما يتحدثون أقصى ما تحدثت. نحن نرفض هذه الخطوة كاملة. وزارة الثقافة، الحكومة كلها تتحرك على هذا الموضوع، لأن هذا يمس تاريخ العراق، ما يمس واحد فقط. أما الآن فإلى ردود الأفعال.
السياسي العراقي جاسم الحلفي يكتب ويقول: يجب إيقاف محاولة تهديم مسرح الرشيد، وهذا الإنذار يأتي في زمن تتحكم به ذهنية التخريب. أما الكاتب والصحفي شمخي جبر فعلق قائلا: دائرة السينما والمسرح تعمر، ووزارة الإسكان والإعمار تطالب بالهدم والتخريب وإزالة المشيدات على قطعة الأرض خلال 14 يوما، بدعوى أن تلك الأرض تعود ملكيتها للوزارة. مفارقة غريبة، أليس كذلك؟ عموما، بعد هذا الغضب الذي أثاره القرار، حسم رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي الجدل وطالب وزارة الإسكان والإعمار بنقل ملكية الأرض المشيد عليها مبنى مسرح الرشيد إلى وزارة الثقافة، موضحا بأنه ما أثير عن ملكية المسرح هو اجتهاد روتيني من دوائر الدولة، ولا يجب التعاطي مع هكذا حالة من منطلق خلق اليأس والإحباط. في لبنان، كان خبر وفاة الطفلة الرضيعة سهام مروان شاهين هو الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي. هذه هي صورة سهام شاهين، رضيعة تبلغ من العمر 4 أشهر ونصف. فبحسب والد الطفلة فإنه كان يلعب معها وفجأة تشردقت وأغمي عليها، فتم نقلها إلى مستشفى عامل في منطقة سور، وبعد إجراء الصور اللازمة وإعطائها الأكسجين تحسنت صحتها. ولكن الطبيب المشرف عليها قال أنها تعاني من الارتداد المعوي المريئي وتحتاج إلى مراقبة لمدة 24 ساعة في العناية الفائقة، لذا تم نقلها إلى مستشفى حمود في صيدا، ولكن الطفلة بقيت ساعة ونصف في غرفة الطوارئ ولم يتم إدخالها إلى غرفة العناية الفائقة. السبب هو أن الموظف في قسم المحاسبة اعتذر من والد الطفلة استكمال الإجراءات قبل أن يدفع 10 ملايين ليرة لبنانية، أي ما يعادل 400 دولار. بلا الملف وخلص بيقول لي 10 مليون. قلت له: خي 10 مليون شو؟ قال لي: 10 مليون تأمين. قلت له: من عيوني يكونوا 20، بس أنا هلا ما معي مصاري، حطوا له بس الأكسجين ضلت بالطوارئ. قال لي: أنا ما فيني أعلق له مصل حتى تجيب مصاري. ما راح تجيب لك مصاري، ما البنت عندك والأم عندك والهويات عندك والباسبورات عندك وخي عندك. إذن لم يكن أمام والد الطفلة سهام إلا العودة لتأمين المبلغ، ولكن كان الموت أسرع، حيث لفظت سهام أنفاسها الأخيرة بعد حرمانها من العلاج في الوقت المناسب. وما إن انتشر خبر الوفاة حتى تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة الرضيعة سهام مطالبين من وزارة الصحة والقضاء التحقيق ومحاسبة المستشفى. ولكن إدارة مستشفى حمود نشرت هذا البيان وقالت إن ما تم تداوله هو لتشويه سمعة ومكانة المستشفى. على العموم، بعد الغضب الذي اجتاح منصات التواصل والشارع اللبناني، تحولت قضية سهام إلى قضية رأي عام، حيث أعلنت وزارة الصحة تكليف مدير العناية الطبية في الوزارة الدكتور جوزيف الحلو بالتحقيق في وفاة الطفلة وكشف الملابسات. فبين رواية العائلة والمستشفى هناك حقيقة ضائعة على الجهات المعنية العثور عليها، كي لا تضاف قضية سهام إلى قضايا أخرى منسية في هذا البلد الذي أغرقته الأزمات. تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في تركيا مقطع فيديو لنائبة رئيس كتلة حزب الشعب الديمقراطي ميريل دانيش بيشتاش، وهي تغني أغنية كردية داخل قاعة البرلمان التركي. Taksim'de Kürtçe müzik yapan bir grubun şarkı söylenmesi engellendi. Dün yasaklamaya konu olan parçadan çok kısa bir dörtlük okuyacağım. Bunu da protesto amaçlı okuyorum. Yaramna bedeve çavreşa gülü günde yar meleke
بجنا ياري سورغلي دشتو سوسان خملي اغري دلم بمري دوار بامن بجنا ياري سورغلي دشتو سوسان خملي اغري دلم بمري دوار بامن يارامنا چلنگ جاورشا سينك سدف يار ملكه بجنا ياري سورغلي دشتو زوزان خملي اغريد لين بمري دوار بامن. طبعا البرلمانية ميريل بشتاش غنت باللغة الكردية احتجاجا على منع سلطات النظام التركي لأربعة شبان موسيقيين كانوا يغنون نفس هذه الأغنية الكردية قبل 5 أيام في شارع الاستقلال باسطنبول. Her yer benim. Meydan, burası, her yer benim. Tamam mısınız? Yarışırsınız. كما هو واضح في الفيديو فتدخلت شرطة النظام التركي ومنعت الشبان من الاستمرار في الغناء. على العموم أشاد رواد مواقع التواصل على تصرف النائبة ميريل بشتاش التي أكدت في البرلمان التركي بأنه لا يمكن لسلطات النظام التركي حظر أي لغة من اللغات القديمة من ضمنها لغتها الأم الكردية. كما علق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بأن الحفاظ على اللغة الكردية في تركيا هو حفاظ على هوية ومستقبل الشعب الكردي، وأن للنظام التركي أن يتخلى عن سياساته التي يحاول فيها طمس الهوية الكردية. أما أبرز الهاشتاكات التي شغلت مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي فكان هاشتاك تجويع السوريين. كان هذا الهاشتاك أكثر انتشارا على مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، وذلك بعد أن أقرت الحكومة السورية قرارا جديدا يتضمن استبعاد أكثر من 500,000 عائلة من الدعم الحكومي بحجة أنهم من الفئات الميسورة. أما أردنيا فتصدر هاشتاك التطبيع خيانة موقع تويتر، وذلك بعد أن رحبت الإمارات بالزيارة الرسمية للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى البلاد لحضور احتفالية إسرائيل بيومها الوطني في جناحها المشارك بمعرض إكسبو دبي. وأيضا هاشتاك كلنا محمد صبحي انتشر هذا الوسم على منصة تويتر في مصر، وذلك بعد أن وصف رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ الممثل المصري محمد صبحي بالمشخصات، وذلك بعد أن رفض الأخير عرضا بملايين الدولارات للقدوم إلى السعودية وتقديم عرض مسرحي. وصلنا لختام حلقتنا مشاهدينا، أشكركم على حسن المتابعة، ولمتابعة المزيد من الأخبار المنوعة يمكنكم زيارتنا على موقع اليوم تيفي دوت نت. ألقاكم الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.